شغالي. تحياتي للجميع، معكم ابو ملاد. شو اخباركم؟ اشتقنا لكم. اليوم بالصدفه لابس هاي البلوزه اذا ملاحظين، من شركه نايكون طبعا بالصدفه. فخلينا نشوف المواهب الموجوده عندكم لافضل تعليق، لافضل نظريه مؤامره. ليش انا لابس اليوم بلوزه من شركه نايكون؟ الجميع مرحب بيو بكتابه نظريه المؤامره تحت هذا الفيديو. اكيد مش راح امسح اي تعليق، فدار امان، خذوا راحتكم. فخلينا ننتقل الى الجد. صار لي زمان ما عملت شرح لبرنامج اللايت روم. في هذا الفيديو سوف اعطيكم 5 نصائح مهمه لمعالج الصور والتحدث عن بعض النقاط التي تتعلق في التصوير. قبل الانتقال الى الكمبيوتر واللايت روم، ادعوكم لمشاركه هذا الفيديو مع الجميع، وايضا تشجيع الجميع على الاشتراك في هذه القناه. ايضا ما تنسوا تضغطوا على جرس التنبيهات حتى يصلكم كل شيء جديد اقوم برفعه الى هذه القناه. فدعنا ننتقل الى اللايت روم. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامج اللايت روم. قبل البدء انصحكم ان تشاهدوا الدروس السابقه لشرح لبرنامج اللايت روم، سوف اضع الرابط في الاسفل. فدعنا نبدا بالنصيحه الاولى وهي تتعلق باوتو تون. عمليا انا موجود في قسم ديفلوب، فعمليا اللايت روم سوف يقوم بمعالجه كل هذه الامور بناء على معطيات الصوره. فلاحظوا عندما اضغط على زر اوتو، لاحظوا ماذا سوف يحدث. فتلاحظون ان المعطيات تغيرت، مثلا البرنامج قرر زياده الاكسبوجر او الاضاءه، زياده الهايلايتس، تقليل الشادو او الظل، تغيير طفيف بالالوان، وحصلت على هذه الصوره. فبشكل عام عندما ابدا بمعالجه الصور، هذه تكون من الخطوات الاولى التي اجريها على الصوره. ايضا الاوتو تون هو يعد الدرجه الاولى، من هنا تستطيع ان تطور او ان تبني على هذا التعديل. بالنسبه لمقبول، تلاحظوا ان البرنامج قام بتخفيف الظل وابراز معالم الحجر الموجوده هنا. طبعا ممكن ان استمر، مثلا اريد ان ابرز اشعه الشمس الموجوده في السماء، فسوف اختار اداه التدرج واقوم بعمل تدرج. بعد ذلك سوف اقوم بتقليل الاضاءه بهذا الشكل بشكل سريع لزياده كليرتي او حده الصوره، وممكن زياده تشبع هذه المنطقه باللون بهذا الشكل. ممكن شوي كان كثير، خف الظل بهذا الشكل. فبشكل مبدئي هذا التعديل مناسب لي. طبعا ممكن ان تطور هذا الامر. في النهايه عمليه تعديل الصور هي ايضا تعود الى الذوق الشخصي، فيش هنا صح او خطا. الان ننتقل الى النصيحه الثانيه وهي تتعلق بعرض الصوره قبل وبعد. فممكن بالضغط على الزر او الامكانيه الموجوده هنا استطيع ان اعرض الصور. فتلاحظوا هنا قبل before وهنا بعد، ولكن هناك إمكانية أفضل وأسرع وأكثر عملية. فبالضغط على زر backslash في لوحة المفاتيح، ما بعرف شو backslash في لوحة المفاتيح، ولكن سوف تظهر الآن الصورة. والزر الذي أقصده هو الزر المحاط بدائرة في الصورة التي تشاهدها الآن على الشاشة. فعمليا بالضغط على هذا الزر، لاحظوا ماذا سوف يحدث. هذه صورة before قبل، وهذه بعد، قبل وبعد، قبل وبعد. فتلاحظوا الفرق. فننتقل الى النصيحة الثالثة والتي تتعلق بعرض الصورة قبل وبعد، ولكن اريد ان اعرض فقط قسم معين. فللتوضيح، ستلاحظوا في قسم ديفلوب هنا، تلاحظ هناك عدة امكانيات او عدة اقسام: بيسك، تون كيرف، كولرز، سبليت تون، ديتيلز، لينس كوركشن الى اخره. فعمليا اذا قمت بعمل تعديل على، مثلا دعنا نقول على الوان في الصورة، عمليا اجريت تعديل على هذه المنطقة، فسوف اقوم بزيادة التعديل بشكل اوضح حتى تروا الفرق. فكما تلاحظوا قمت بعمل بعض التعديلات هنا، طبعا هي مبالغ بها ولكن فقط للتوضيح. فاذا اردت ان ارى الصورة قبل وبعد الاعدادات في هذا القسم، فقط هذا القسم، فتشاهدوا هنا زر صغير. فاذا ضغط على هذا الزر، لاحظوا هذه الصورة قبل التعديل لهذا القسم وبعد التعديل، قبل وبعد. فتلاحظوا في كل قسم هناك إمكانية لهذا الأمر، فقط في قسم بيسك هذه الإمكانية غير موجودة. فمرة أخرى إذا قمت بعمل تعديل في هذا القسم، تستطيع أن ترى الصورة قبل وبعد تعديل لهذا القسم. الآن ننتقل إلى النصيحة الرابعة وهي إمكانية لومينانس، أو في اللغة العربية الإنارة. وهذه الإمكانية موجودة تحت قسم HSL Color، فبالضغط عليها هنا تلاحظوا إمكانية لومينانس وهي تعني مرة أخرى إنارة. فدعنا نأخذ هذه الصورة. فأول خطوة راح أقوم فيها هو عملية تصليح الميلان الموجود في الصورة. فسوف أذهب إلى Transform، أضغط Auto،
سوف أختار أوتو والبرنامج سوف يقوم بضبط الصورة بشكل أوتوماتيكي. في إمكانية لومينس أو إنارة أستطيع أن أتحكم بقوة الإضاءة لللون، وهنا يجب أن نفرق بين تشبع اللون وقوة إضاءة اللون. فلتوضيح الأمر دعنا نقوم بزيادة قوة إضاءة اللون الأزرق بلو. فعندما قمت بزيادة إضاءة اللون فسوف يكون صوت أكثر، أما إذا قمت بتقليل إضاءة أو اللومينس لللون مرة أخرى لون الأزرق بلو، لاحظوا ماذا سوف يحدث. فعمليا اللون صار غامق أكثر، وتلاحظوا الفرق قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد. فهذه الإمكانية هي مفيدة لإبراز معالم أماكن معينة في الصورة. في هذه الحالة السماء، تلاحظوا الفرق قبل وبعد، فسوف ألغي هذه الإمكانية. والآن سوف أشرح الفرق بين Luminance و Saturation Color، أو هي تشبع اللون في الصورة. تحدثت عن تشبع اللون في دروس سابقة، وهو موجود في نفس القسم حد Luminance. تشاهد هنا كلمة Saturation أو هي تشبع. فعمليا لاحظوا ماذا سوف يحدث عندما أقوم بزيادة تشبع اللون الأزرق في الصورة. فتلاحظوا زيادة قوة لون الأزرق. لاحظوا ماذا سوف يحدث إذا قمت بإزالة أو تخفيف لون الأزرق. فتلاحظوا أن اللون الأزرق اختفى. فإذا عدنا مرة أخرى Luminance وقمت بزيادة أو بتقليل الإضاءة للون الأزرق بهذا الشكل، وذهبت إلى Saturation وقمت بزيادة تشبع اللون الأزرق، فلاحظوا الصورة قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد. فمرة أخرى التحكم بالإنارة أو الإضاءة لللون، هذا الأمر بيساعدك في كثير من الحالات أنك تحاول تبرز من منطقة معينة، سواء كنت تصور بحر، شط أو السماء كما تشاهدوا في هذه الحالة. فأنصح الجميع بالتدرب على هذه الإمكانية. دعنا ننتقل إلى النصيحة الخامسة، والتي تتعلق بنسخة احتياطية أو Virtual Copy أو نسخة إضافية إلى آخره. تحدثت عن هذا الأمر بشكل سريع في دروس سابقة، ولكن بحب أنه أركز عليه لأنه كثير مهم. فمثلا هذه الصورة سوف أقوم بعمل نسخة إضافية لهذه الصورة، والأمر جدا بسيط. بالضغط على زر اليمين في أي مكان في الصورة، وبعد ذلك سوف تظهر هذه القائمة، وسوف أختار Create Virtual Copy. لاحظوا الآن أصبح عندي نسختين. فالهدف من هنا أنه أستطيع أن أقوم بعمل تعديلات مختلفة على نفس الصورة. أيضا سوف أقوم بعمل نسخة إضافية، حتى يكون عندنا ثلاث نسخات، وسوف أقوم بعمل تعديلات جدا سريعة على هذه الصور حتى أوضح هذه الأمر. فسوف أختار هذا الشكل وأقوم بعمل هذا التعديل. الصورة الثانية سوف أقوم بقص الصورة بهذا الشكل، وأيضا سوف أقوم بزيادة حدود الصورة بهذا الشكل، تخفيف الإضاءة. بعد ذلك عمل تظليل على الصورة على الجوانب بهذا الشكل، ممكن أخفف تشبع الألوان قليلا بهذا الشكل. والصورة الأولى أو الثالثة في هذه الحالة سوف أختار Preset بشكل سريع بهذا الشكل، وسوف أقوم بعملية قلب للصورة بهذا الشكل. ما بعرف ليش قلبت الصورة، بس فقط للتوضيح. فعمليا تلاحظوا الآن عندي ثلاث تعديلات مختلفة لنفس الصورة. هذا التعديل الأول، التعديل الثاني، التعديل الثالث. عمليا النسخات الإضافية هي بتساعدك على عمل تعديلات مختلفة على الصورة، وأيضا هذا الأمر بنطيك مجال أكثر للإبداع. إذا أنت بتعمل تعديل على الصورة بعد ذلك بتقوم بتجرب تعديل آخر، فصعب أنك تعرف مين كان أفضل، التعديل الأول والثاني. فعمليا بوجود نسخات احتياطية تستطيع أن تقرر أي تعديل أفضل. وبشكل شخصي عندما أقوم بالتعامل مع زبون أحيانا أقوم بعمل تعديلات مختلفة على نفس الصورة، وبشكل عام هذا الأمر خلينا نقول بيخلي الزبون أو العميل مبسوط من هذا الأمر، لأنه بشوف أنه أنت عم تنطي إمكانيات كثيرة لنفس الصورة. فهذه كانت النصيحة الخامسة والأخيرة، فدعنا نعود إلى المكتب أو السيارة. عدنا إلى المكتب في السيارة. بتأمل تكون معلومات مفيدة للجميع. أي شخص عنده سؤال بيتعلق في هذا الفيديو أو أي شيء يتعلق بالتصوير ممكن يطرحه تحت هذا الفيديو أو تحت أي فيديو في قناتي. مرة أخرى أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع الجميع وتشجيع الجميع على الاشتراك في قناتي. في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء، مع تحياتي أبو ميلاد.